صباح الخير منيا، اصبح عليك بالخير واصبح على عبد الرضا واصبح على الجميع كلهم في برنامج صباح الخير. مثل ما احنا عودناكم منيا وعبد الرضا والمشاهدين الكرام، احنا نكون موجودين في اماكن كثيره. احنا اليوم موجودين في مركز الابداع اللغوي في منطقه الخاديه القريب من جامعه الكويت، وتوزيع الموسوعه الاملائيه للصف الثاني وحتى الصف السابع مجانا للمواطنين والمقيمين، ووزعت من هذه الموسوعه تقريبا الى امس 47,000 نسخه. لكن رقم مرض يعني الاستاذ حمزه الخياط وأصر أنه يكمل هذه الموسوعة لتصل إلى جميع أبنائنا الطلبة والطالبات. ونرحب في أستاذ حمزة الخياط مدير مركز الإبداع اللغوي، يعطيك العافية وعساك على القوة وما قصرت صراحة. يعني كثير من الناس اللي أشادوا في هذه الموسوعة اللغوية، ودنا نتكلم كيف كانت الفكرة في تأليف هذه الموسوعة. هذه الفكرة تقريبا من 40 سنة وأنا أحاول أن أشرح للجميع. هناك طرق حديثة في التعليم يجب أن يتعلمها الطفل. فخلال الأربع سنوات الماضية وجدت أخطاء كثيرة بالتواصل الاجتماعي، وكثير من مدراء المدارس وكثير من مدراء المدارس يشتكون من الضعف الكتابي بالنسبة للطلبة بالابتدائي والمتوسط وحتى الجامعة. فدرست جميع الكتب الأجنبية وجميع الكتب العربية، وحاولت أن أخرج بطريقة مسلية للطفل. الطفل اليوم يا أخوان لن يتعلم بالطرق التقليدية، لا يحتاج إلى الطرق التقليدية، يتعلم بطريقة مسلية وطريقة فيها تشويق فيها إثارة. هل يعني هل طفل اليوم يستقبل الطرق التقليدية للتعليم؟ أعطيك مثال بسيط. الحين يجيب الطفل في صعوبات تعلم وعطى جهاز ايباد، راح تشوف هذا الطفل يعرف اسماء انت ما تعرف ولا انا اعرفه. راح تشوف الطفل هذا يصل الى العاب صعبه بشكل ما تتصور. هذا الطفل البيئه الموجوده اللي فيها اجهزه الكترونيه واجهزه حديثه لا يمكن ان يتعلم بكتاب مؤلف بطريقه تقليديه. لو نتكلم عن يعني الى اين يبدا التعليم في هذا الشيء؟ يجب أن نبدأ برياض الأطفال. إذا لم يكن هناك اهتمام برياض الأطفال لن يكون هناك تعليم جيد. رياض الأطفال مرحلة مهمة في التعليم الحديث. الدول العربية جميع الدول العربية تعاني من ضعف اللغة العربية بالنسبة للأطفال. يجي طفل الآن، أي طفل يقول هل تحب اللغة العربية؟ يقول لك لا، لأن احنا ما أعطينا الطريقة المثلى في تعليم الطرق الحديثة في التعليم. التلميذ يحتاج إلى تشويق إلى شيء يناسب طفولته. يعني هذه المعلومة اللي وصلت. زين، احنا ودنا نتكلم أستاذ حمزة الخياط، كونك أنت ما شاء الله يعني خبرة كبيرة 40 سنة في هذا في التعليم، لكن ما رأيك بالإقبال الكبير على الحصول لهذه الموسوعة؟ احنا شفنا إلى أمس 47,000، يعني عدد مهول. هذا الإقبال الكبير أول مرة يحصل في أي دولة عربية. هذه رسالة واضحة بأن المجتمع يريد تعليم أفضل. لو نتكلم سيد حمزة عن طباعة هذه الموسوعة، يعني طباعة هذه الموسوعة وتوزيع هذه الموسوعة، يعني ما شاء الله طباعتها جيدة، يمكن حتى لو احنا الآن كاميرتنا قاعد تاخذ عليها لقطات. الموسوعة فيها سبع كتب موجودة. فيها سبع أجزاء، تبدأ من المد، بعدين اللام الغمرية والشمسية، بعدين التاء المربوطة، بعدين تنوين همزة الوصل وهمزة القط، كل مهارات اللغة العربية من الصف الثاني وحتى الصف السابع. مؤلفة بطريقة مشوقة مثيرة، فيها تحديات عقلية. والطفل أخوي أبو نواف، التعليم القراءة والكتابة في الدول المتقدمة من الأمور السهلة. احنا نعاني من شلون يعني سهلة أستاذ حمزة؟ ودي يعني وضح حق المشاهد الكريم. مثال، احنا الآن نعاني من كتاب القرآن. احنا عندنا محومية بالنسبة للأطفال، لأن المجتمع المتقدم يريد طفل يفكر في المستقبل، يفكر في الأشياء الحديثة في المجتمع. احنا ما عندنا هذا الشيء. حفظ تلقين كتابة، هذه النقطة. هذا اللي خلي الطفل الآن لا يعشق اللغة العربية. فمن واجبنا أن نألف بما يناسب الطفل. نعم، أنا أشوف الموسوعة اللي عندك أستاذ حمزة فيها صور، يعني هذه الصور هم تجذب الطفل أنه يقدر يشوف الشغلة موجودة قدامه ويقدر يحلها بسهولة.
ليست صور فقط، ليست صور فقط، تدريبات مسلية طبقناها على ضربتنا. الولد ما يبي يغير الكتاب، يبي يحل على طول في الكتاب. لازم نألف بما يناسب الطفل، بما يناسب احتياجاته، بما يناسب تكوينه. الكتاب في وادي والطفل في وادي، هذا ما طولت عليه. بعدين استاذ حمزه، انت اخترت يعني من الصف الثاني وحتى الصف السابع ان هذه الموسوعه تفيدهم لغويا كتابيا قراءه. انا خليته بحيث ان الطفل يستفيد، ان الطفل والرابع ابتدائي والخامس ابتدائي وحتى السابع يستفيد منها. في جامعة طلبوا منا الموسوعة الملائية عشان يدرسونها حق الطلبة يعني. الآن الموسوعة طبعت وانطلق يعني، وزعت منها تقريبا 47,000 نسخة. ما بعد الموسوعة؟ هناك كتاب اسمه تعلم الهمزة من حمزة، وهذا كتاب 500 صفحة، وأول كتاب على من التاريخ الإسلامي حتى الآن، صار لي 20 سنة أشتغل فيه. وهناك إنشاء أكاديمية للمتعثرين، وقد وعدني رئيس مجلس الوزراء شيخ جابر مبارك صباح بتخصيص أرض، كما وعدني وزير التربية. بهذه المناسبة أشكر رئيس مجلس الوزراء على طباعة هذه الموسعة على رفقتي الخاصة، وقال لي بالحرف الواحد نبي عيالنا يتعلمون. كما أشكر وزير التربية الذي شجعنا على إنشاء هذه الموسوعة، كما أشكر الجمعية النسائية اللي احتضنونا من أول ما بديت في التعليم. نعم، يعني أستاذ حمزة الخياط مدير المركز. نعم، اتفضل. راح نرسل تقريبا 5,000 نسخة من الموسوعة الملائية للسوريين الموجودين على الحدود السورية اللاجئين. راح نتعامل مع المراكز الموجودة في أوروبا وفي آسيا وفي أفريقيا إن شاء الله. ما شاء الله، يعني هذه الموسوعة انطلقت من دولة الكويت، ومثل ما تفضلت أنه يعني بتوجيهات من سمو رئيس مجلس وزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله، بيعني توزيع ويعني توزيع هذه الموسوعة على أهل الكويت من مواطنين ومقيمين. احنا نشوف يعني ما شاء الله عندكم، حتى عندكم الترتيبات، يدخل المواطن ويدخل المقيم ياخذ الموسوعة وعلى راحته، مجرد أنه بس مجرد البطاقة المدنية. اللي قام الترتيبات ولدي أحمد سوى تجربة 50 واحد بخمس دقائق. خمس دقائق، 50 يعني شوف الزحمة توصل واصلة للدوار. لكن تنظيم الأقام في أحمد شيء غير طبيعي صراحة. عسى الله يحفظ أحمد لك إن شاء الله، ويعني يحفظك يا أستاذ حمزة الخياط. لكن الموسوعة راح تتوزع اليوم إن شاء الله، الكل أكيد إنه ما دام تابعونا اليوم في برنامج صباح الخير، ما شاء الله راح يكون عندك إقبال كبير جدا. طريقة توزيع ساعة كم راح يكون موجود؟ المشكلة ان المطبعة مو قادرة تطبع الكتب. هناك مطالبات في السعودية وفي قطر وفي الامارات وفي البحرين يريدون الموسوعة الملائية. يعني ما شاء الله الكل من الدول المتعاونة يطالبون في هذه الموسوعة. في دكتور جاني امس قال انا رحت تونس والسعودية وقطر، قال شو عندكم صاير بالكويت؟ قال شنو صاير؟ قال جمهور وغير طبيعي اللي صاير، تجمهر حول الثقافة في التعليم. يعني استغرب الدكتور بتونس قام يتكلمون بالدول العربية كلها. ما شاء الله. يعني هذه الموسوعة ايش كثر خذت منك وقت العام بحمد؟ والله لفت في وقت صعب. انا كنت مريض بالباركنسون، يعني الورقة اكتبها 3 سطور اكتب نص ساعة. يعني تقريبا 2 سنين بس خذت وقت مني صعب. بالبداية الفت بشكل بسيط. يوم قال لي رئيس مجلس الوزراء انا راح اطبعها، قمت بتغييرها بالكامل. وبعدين حتى الورق اللي فيها ورق جيد، الصور اللي فيها موجودة شيء ممتاز جدا. رئيس مجلس الوزراء قال لي اطبع اللي تبي وسوي اللي تبي، اللي تبي راح يكون موجود. واحنا ما نبي نثقل عليه يعني، ان شاء الله بالمستقبل ان شاء الله. استاذ حمزة الخياط، يعني رقم مرضك، رقم يعني انت فيك شوي يعني مرض، عسى الله يشافيك ان شاء الله ويعافيك، لكن اصريت وقلت لازم أوصل هذه الرسالة لأبناء الطلبة والطالبات حتى لولي الأمر. بغض النظر عن المرض أخوي، إذا الإنسان في حياته ما يعمل شيء غير مألوف ما لازم يعيش. العمل عبادة، و
والله العظيم هي الساعة 5:30 تطلع 5:30 العصر في سبيل أني أخرج أشياء تفيد الطالب الكويتي وتفيد الطالب العربي. الطفل الكويتي مظلوم، الطفل الكويتي يملك عقل غير موجود في أي دولة ثانية، فيجب أن نهيئ له التعليم الذي يناسب عقله. سيد حمزة، يعني خلال 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 أنت الآن قاعد يعني توزعون هذه الموسوعة خلال أسبوع، شو كان انطباع أولياء الأمور؟ شيء لا يوصف، أنا ما توقعت أن هذا شيء، يعني احنا قلنا يجون 20,000 خلاص، المكان الخالدية كلها تسكرت. هذه أكبر رسالة لوزارة التربية بأنها تهتم بالتعليم، ودائما يقولون الأب والأم غير متعاونين في التعليم، اللي شفناه شيء ثاني. قبل لا نختم لقاءنا معاك في أقل من دقيقة، أكيد أن المشاهدين الكرام قاعد يتابعون والكل قاعد يتابع، يبي يعرفون الموقع والساعة كم راح يكون توزيع هذه الموسوعة؟ الموقع في الخالدية جمع الإنساء الثقافية الساعة 4 للساعة 8، وأوعدكم أن راح نؤلف للأفضل. تفاعلوا. يعطيك العافية الأستاذ حمزة الخياط مدير المركز الإبداع اللغوي، عساك على القوة، ونشكرك شكر خاص يعني على هذا المجهود اللي قمت فيه وكل من ساهم في توزيع هذه الموسوعة ووصولها لأبنائنا الطلبة والطالبة. كنا عندك ودك كلمة ودك تقول رسالة إلى وزارة التربية، إذا لم يكن هناك تعليم جيد لرياض الأطفال لن يكون هناك تعليم جيد. يعطيك العافية أستاذ حمزة الخياط مدير المركز الإبداع اللغوي، عساك على القوة وما قصرت على هالمجهود الطيب هذا. مشاهدي الكرام، كنا معكم في مركز الإبداع اللغوي في منطقة الخالدية، اليوم إن شاء الله من الساعة 4:30 للساعة 8 هذه الموسوعة توزع لجميع المواطنين والمقيمين مجانا حق أطفالكم من الصف الثاني وحتى الصف السابع. راح نرجع إلى منيا، نرجع إلى عبد الرضا لتكملة فقرات صباح الخير المفيدة والمتميزة، ونشوفكم إن شاء الله يوم الأحد القادم بمكان جديد وبموقع آخر. لكم الهواء، تفضلوا.